وللمزيد من التفاصيل حول تدريبات الأهلي اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بيك. اهلا بيكي آية، تحياتي ليكي وتحياتي لكل السادة المشاهدين. كريم، عايزين نعرف ازاي كانت تدريبات الفريق النهاردة خصوصا بعد زيارة الكابتن الخطيب للميران. بالفعل يمكن كانت زيارة اكثر من رائعة، وفي البداية عايزين نقول طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحمد لله على السلامة، اكثر من 3 أسابيع متواجد في الامارات طبعا لعمل العمليه الجراحيه في العمود الفقري. النهارده كانت الزياره ليها مردود كبير جدا سواء على اعضاء النادي او على لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. تواجد الكابتن محمود الخطيب النهارده في الساعه 11 صباحا بملعب مختار التتش لمتابعه تدريبات النادي الاهلي قبل المباراه الهامه جدا، مباراه الاهلي والترجي التونسي يوم الجمعه على استاد برج العرب. كان طبعا صافح كافه اللاعبين الجهاز الفني، استنشاف هو جزء صغير من التدريب، ثم غادر ملعب مختار التتش وعاد لي من جديد. كان في اجتماع سريع مع الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري، واكيد كان في تاكيد على الفتره القادمه. لابد ان النادي الاهلي يستعيد الانتصارات التي شهدها الفريق خلال مباريات الدوري او خلال المباريات بشكل عام، وركز على ان الفريق لابد ان يستعيد هويه النادي الاهلي من جديد لاسعاد جمهور النادي الاهلي رغم الاصابات رغم الغيابات. قال الكابتن خطيب لابد ان كل اللاعبين يكونوا في قمه التركيز خلال المشوار الافريقي، لان البطوله دي ليها تاثير كبير جدا على جمهور النادي الاهلي وهي الهدف القادم بالنسبه للنادي الاهلي. من بعد طبعا الحضور للكابتن محمود الخطيب كان تدريب عادي مع الكابتن حسام البدري، حاول ان هو النهارده يركز على بعض الفقرات البدنيه، واختتم المران بتقسيمه في منتصف الملعب زي ما قلت طبعا 23 لاعب متواجدين في القائمه ان شاء الله في مباراه الاهلي والترجي التونسي. وبناكد طبعا على قيد بكماني، يمكن بكماني تم قيده في القائمه الافريقيه نظرا لغياب اجاييه اللي ممكن يغيب اكثر من مباراه، ممكن يغيب مباراه الترجي ومباراه كامبالا وايضا كمان مباراه المصري نظرا طبعا للشد القوي اللي هو عنده خلال المباراه الماضيه. يمكن احنا عندنا بعض المعلومات ان اجاييه عنده مزق في العضله الخلفيه ولا يتشد في الدرجه الثانيه او الدرجه الاولى، وعلى اثرها طبعا هيغيب بشهر. المزق طبعا بياخد وقت شويه، بنتمنى له كل السلامه، ونتمنى اكيد بكماني يكون اضافه قويه خلال المشوار الافريقي وخاصه خلال المباريات القادمه. بناكد كمان على غياب جونيور اجاييه مع وليد ازارو، اثنين طبعا كانوا قوه كبيره جدا هيكون لهم تاثير في المباراه، لكن بنتمنى كابتن حسام البدري يكون في البديل المميز والجاهز ان شاء الله خلال المباراه القادمه. بعد طبعا انتهاء المران توجه النادي الاهلي الى الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق قبل انطلاق المباراه 48 ساعه. هيحاول كابتن حسام طبعا غدا هيكون في تدريب على الملعب الفرعي او الملعب الرئيسي للاستاد برج العرب، وهيكون في طبعا بعض الجمل التكتيكيه وايضا التشكيل النهائي اللي هيخوض بيه النادي الاهلي هذه المباراه. يمكن مع المعتاد كابتن حسام بيحاول ان هو يعمل بعض المحاضرات الفيديو قبل المران، لكن اليوم شهدت محاضره فيديو عقب انتهاء المران كانت في جلسه مع اللاعبين وبعض نقاط القوه والضعف الفريق نادي الترجي التونسي. قعدت يمكن الجلسه استغرقت 25 دقيقه محاضره الفيديو، وايضا كانت محاضره فنيه وتحفيزيه لكل لاعبي النادي الاهلي، واكيد ينقص النادي الاهلي ان شاء الله كل التوفيق خلال المباراه القادمه. يمكن النادي الاهلي بيمر بمرحله صعبه، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي ان شاء الله يكون الاسعاد واسعاد الجماهير انطلاقا من مباراه الترجي التونسي. كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا.